الجائزة الأولى السيد خوري مصطفى جد دار بيضاء ستاج إقليم النواصر، فليتفضل. الملتقى الدولي للفلاحة في نسخته السادسة عشر، والآن بعد الصورة مباشرة. خولي مصطفى مدينة دار بيضاء الكبرى، عمالة النواصر، جماعة ولاد صالح. الحمد لله بفضل الله اليوم حاولنا باش نعرضوا هذا الثور اللي هو حاز على المرتبة الأولى، والحمد لله يعني في خمسة ديال المراتب الأولى في يعني في الفصيلات الأخرين اللي من هو الليموزان، الشارولي، البيمونتي، لا بلون داكيتان. وكما كتشوف ها هو نضجنا كنموذج اللي هو اللي غيتسلم الجائزة نيابة عن الأخرين، اللي هو كيمتاز بواحد الخصوصية هو الروندمون ما بعد الذبح. وكتعرف بالله هذا الابيض الازرق يعني هو مستقبل ان شاء الله ديال الانتاج، واللي هو يعني ماشي حنا كنديروا له اشهار، ولكن حاولنا يعني نخدموا عليه من مده ديال السنين والسنين. هذا الشيء يعني ما جاش هكاك، راه من بعد واحد السنوات طويله ديال الخدمه اللي كتفوت 23 ولا 25 سنه، لها عندها عنايه عاديه كجميع الابقار. بالعكس هي ما كتطلبش يعني واحد الاكل هو اللي كثير، يعني عندها واحد كما كنقولوا واحد التوازن، يعني خصها يكون عندها في الاعلاف ديالها باش يكون واحد الروندمون ديالها طالع، يعني في الجي ام كي هو يعني شنو كنربحوا في اليوم، يعني اللي كيتراوح ما بين واحد كيلو 800 حتى لجوج كيلو 200 في النهار اللي كتزاد فيه في النهار. اللي غيساهم في هذا الاقتصاد الوطني وباغي يزاول هذه المهنه هذه، انا كحاجه واحده اللي كنوجه لهم وهو يعني قبل ما ياخذوا حتى شي خطوه في هذا الاستثمار ديال هاد الابقار ديال التسمين، الا خصو يستشروا مع ناس اللي هما مهنيين قبل ما ياخذ هذه الخطوه هذه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.